أطلقت مديرية صحة بني سويف الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال. ويتم تنفيذ الحملة على مستوى 7 إدارات صحية بالمحافظة عبر 193 مركز تطعيم و 1559 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة. العدد المستهدف للتطعيم في هذه الحملة بيوصل ل 567 ألف طفل في المرحلة العمرية من سن يوم حتى سن 5 سنوات. بنشتغل من خلال 193 مركز تطعيم، عندنا 223 فريق ثابت زائد 1336 فريق متحرك، بإجمالي 1559 فريق في مختلف ربوع المحافظة. بنتمنى ان احنا بنوصل يوم 31/3/2021 لتحقيق المستهدف من خلال هذا العدد من الأطفال في محافظة بني سويف.